بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير من فيديوهات مهارات المختلفة اللي بنستخدمها أو بنتعلمها أو بنتدرب عليها في معمل البيولوجي. النهاردة هنتكلم عن How to use Bunsen burner، الموقد بانسن اللي احنا بنستخدمه كلنا في معامل الأحياء الدقيقة أو في معامل عشان زراعة الطحالب، زراعة فطريات، أي شيء محتاج تعقيم أو تسخين بنستخدم هذا الموقد. الموقد ده الحقيقة موجود في كل المعامل، بيعتمد فكرته على وجود غاز داخل من مصدر غاز، بنتحكم في كمية الغاز اللي داخل من هذا المقبض. طب والأكسجين اللي محتاج عشان يساعد على الإشعال يكون من الشكل ده، بيخش من الفتحات اللي هنا، وبنتحكم في كمية الهواء اللي داخل بتحريك هذا الطوق أو الكولر يمين ويسار عشان أسمح بالفتحات دي، مسكات مفتوحة بالكامل أو نص مفتوحة بنقفلها بالكامل عشان الآتي. اولا بنعمل ايه؟ طبعا دي شكل مختلف من الاشكال للموقد اللي عندي. اول ما بنحس بالغاز زي ما هنشوف في الفيديو بعد عمليه الاشعال، كميه الهواء اللي داخله وكميه الغاز بتحكم لي في شكل الاضاءه، في شكل اللهب ولونه. طب وهي الشكل ده يهمني؟ لانه بيدل على درجه الحراره. هنا معناها الاحتراق ده غير كامل، وبيكون هنا يعني كميه الاكسجين ما بتبقاش كفايه، او الهواء، وده بيكون مش البرتقاني او الاصفر، ما هوش لهب عالي، درجه الحراره ما هيش عاليه. طب واذا كان ازرق بالشكل ده بتكون درجه حراره متوسطه. الشكل المثالي بيكون في الكون او المخروط ده من اللون الازرق، وبالتالي اقدر احصل على درجه حراره عاليه في المنطقه دي، ودي ابرد درجه حراره زي الشكل ده ما بيقول. ده الشكل المثالي، بتكون طرف الكون ده او اللون الازرق هو ده اعلى درجه حراره في اللهب، وهنا بتكون اقل درجه حراره. طب ويهمني انا اعرف الكلام ده؟ ايوه، لان اي تعقيم هيحصل او الابره اللي هعزل بيها البكتيريا او الطحال او اي شيء محتاج اعقمه لازم احطه في المنطقه دي. هي دي كده بيحكم التعقيم كاملا. نشوف مع بعض الفيديو كده، بنتكلم على مهاره من المهارات اللي لازم ان يتقنها كل طالب. في الاول لازم بنقفل الكولر ده او الطوق ده عشان بنمنع الهواء، وبعد بنفتح الغاز. وما يسمع صوت الغاز هنا بنبتدي نعمل عمليه الاشعال. الغاز موجود، ابتدي اتحكم في كميه او قوه الغاز عن طريق هذا المقبض، والكميه درجه الحراره او الكون اللي عندي او اللهب اللي عندي بقدر اتحكم فيه من كميه الهواء اللي داخلها من هنا. طبعا اذا كان اللون برتقاني او اصفر بيكون الدرجه منخفضه، اذا كان اللون ازرق بتبقى درجه حراره متوسطه، اما اذا كان الشكل المثالي اللي احنا قلنا عليه زي ما هنشوف حالا دلوقتي اهو ده الشكل المثالي، بتكون اعلى درجه حراره في المنطقه دي واقل درجه حراره هنا، وبالتالي دي المنطقه اللي بنحط فيها ابره التلقيح او الابره اللي احنا هنعزل بيها عشان نعقمها. يبقى اي تعقيم لازم يتم في هذه المنطقه. ارجو يكون الفيديو مفيد للجميع ان شاء الله باذن الله، ونتدرب عليه في المعمل مع بعض بمشيئه الله للمعمل القادم. والى ان نلتقي في فيديو جديد مفيد ان شاء الله باذن الله. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.